أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. في هذه الحلقة رح أتكلم عن يسوع المسيا، يسوع المسيح. المكان مناسب جدا، من جبل صهيون الذي يطل على جبل الزيتون. وطبعا لأنه جبل صهيون هو مدينة داود، مسحته ملكي على صهيون. يسوع هو المسيح، وهذا طبعا مهم جدا، أكثر من اسم ولكن يعتبر لقب. قبل ما أبتدي بالحديث، المنطقة كلها عامرة بالأماكن والمواقع الكتابية. جبل صهيون من الجهة الأخرى العلية، العشاء الأخير، وطبعا مكان وين التلاميذ امتلأوا من الروح القدس. وهذه الكنيسة كنيسة صياح الديك سان بيترز انجليكانتو، اتبنت فوق بيت قيافة. هنا كانت المحاكمة الدينية ليسوع المسيح. وطبعا بتشوفوا كل المنطقة القديمة والشارع الطريق الروماني القديم اللي صار عليه يسوع المسيح. خلفي جبل الزيتون، وطبعا مسجد الأقصى جناح الهيكل، وعند جناح الهيكل بستان جتسماني، والبلدة اللي خلفي بلدة سلوام. في هذه المنطقة قال يسوع للأعمى أو المولود أعمى أن يغتسل في بركة سلوام. مثل ما شايفين كل المنطقة مليئة بالمواقع الكتابية، وجبل صهيون يعتبر جبل الرب ملاصق لجبل المريا، فكان يعتبر جبل الهيكل أو جبل الرب. ابقوا معي، رح أتكلم عن موضوع يسوع المسيح.